الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي بناتي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نقف وإياكم اليوم في هذه المحاضرة التي تعتبر استكمالا للمحاضرات السابقة ضمن مقرر حاضر العالم الإسلامي، والتي تحمل عنوان ضعف العالم الإسلامي. وإن كان هذا العنوان محزنا نوعا ما، إلا أنه يعطي دلالة واضحة على أن هنالك مجموعة من العوامل التي أسهمت في إضعاف العالم الإسلامي. وقبل ذلك لابد أن نستذكر وإياكم أننا سبق وأن درسنا أهمية العالم الإسلامي الاستراتيجية من حيث تمتعه بالامتداد بثلاث قارات في العالم: آسيا وأفريقيا وأوروبا، ثم إشرافه المباشر على مجموعة من المسطحات المائية، سواء كان ذلك في الإشراف المباشر على المحيطات أو البحار أو حتى ما يتخلله من أنهار، وبالإضافة إلى إشرافه على مجموعة كبيرة أيضا من المضائق التي جعلت من هذا الموقع مطمعا لكافة الأطراف الغربية والاستعمارية على مر العصور. وبالتالي فإن هذه المحاضرة ستركز على تلك الأطماع. علاوة على هذا الموقع الاستراتيجي الهام، أيضا درسنا غنى العالم الإسلامي وما يتمتع به وما يتخلله من موارد اقتصادية، سواء كان في الثروة الزراعية أو الاقتصادية أو المنتجات المعدنية أو المستغلات الموجودة في باطن الأرض. هذا التكامل الاقتصادي والاستراتيجي في العالم الإسلامي جعله باستمرار موقعا مهما ومطمعا للاستعمار الغربي على مختلف عصوره، سواء كان بصفة تترية أو مغولية أم حروب صليبية أم استعمار غربي عسكري مباشر أم احتلال أم وصاية أم حتى أخطر أشكال الاستعمار وهو الغزو الفكري في عالمنا الحاضر. سنتحدث اليوم إن شاء الله عن مجموعة من العناصر التي توضح مجموعة من الدلائل، ومنها الإجابة على السؤال العام: ما هي عوامل ضعف العالم الإسلامي؟ أي ما هي الأشياء والمطامع الكبرى التي أدت إلى إضعاف العالم الإسلامي؟ ولعل أولى تلك الأمور هو الغزو المغولي أو التتري. هذا كان بصفة عامة ما شنته الحملات المغولية أو التترية أو ما شن من حملات غير عربية وغير إسلامية على قلب العالم الإسلامي، على أنه يجب أن لا نتناسى أن هناك مجموعة من الخلافات الداخلية التي سادت في أرجاء العالم الإسلامي. هذه الخلافات كانت بين فترة وأخرى تحاول تشتيت وحدة وتماسك العالم الإسلامي، إلا أن كثير من الأنظمة السياسية الحاكمة أنذاك ممثلة بالخلافة الإسلامية كانت تمتص غضب تلك الخلافات والثورات والفتن وتعمل على حلها بصورة ودية في أغلب الأحيان. أما وقد تعرض العالم الإسلامي لغزو مغولي تتري، كان ذلك من البوادر الخطيرة جدا على العالم الإسلامي، إذ أن هذا الغزو أسهم إسهاما كبيرا في إسقاط الخلافة العباسية في بغداد، بل وقتل الخليفة العباسي. وبالتالي يمثل غزو المغولي صرخة وتحدي جديد في المشاكل التي واجهت العالم الإسلامي والمتمثلة في إنهاء الخلافة العباسية، تلك الخلافة التي كان ينظر إليها على أنها خلافة كبرى وعظمى ولا يجوز المساس فيها، والتي كانت تشمل كافة أطياف شرائح المجتمع الإسلامي، وسنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله. أيضا موقف اليهود من الإسلام، وهذا أمر يعني مما لا شك فيه أن الموقف اليهود من الإسلام هو موقفا معاديا منذ الأزل، فلا رغبة في ظهور هذا الإسلام ولا رغبة في بقاء المسلمين على هذه المعمورة في وجهة نظر اليهود، فهم دائمين في التغلغل وإثارة الفتن والمشاكل تجاه العالم الإسلامي. أيضا ممن بثق عن اليهود أو موقف اليهود ما يسمى بالحركة الصهيونية، التي تهدف إلى زرع كيان يهودي في قلب العالم الإسلامي والمتمثل بوجود دولة إسرائيل في فلسطين. قبل حتى إصدار وعد بالفور 1917 كان هنالك أطماع صهيونية في هذه المنطقة، وتم تثبيتها في أعقاب هذه الحملة الشرسة. أيضا الحروب الصليبية، تلك الحروب التي أسهمت إسهاما كبيرا في تصدع وحدة العالم الإسلامي، وتلك الحروب أو تلك الحملات التي زادت على 11 حملة بقيادات عسكرية مختلفة وبقوة كبرى من أوروبا
شنت على العالم الإسلامي. ولعل الكثير منا ينظر إلى هذه الحروب الصليبية على أنها من أخطر الهجمات التي شنت على العالم الإسلامي في عصرها، حتى عصرها، نظرا لأن تلك الحملات الصليبية كانت تشمل في أطيافها جميع شرائح المجتمعات الغربية الأوروبية تحديدا، وهؤلاء كان لهم أطماع مختلفة. ولعل الحروب الصليبية ترتبط باتخاذ هؤلاء الجنود الصليب في رقابهم، إلا أن الأمر العام أن الأهداف لم تكن أهداف دينية فحسب كما يرون. فكثير من المؤرخين الأوروبيين أو المستشرقين ينظرون إلى الحملات الصليبية على أنها ذات طابع وذات صبغة دينية كانت تهدف إلى أداء فريضة الحج في بيت المقدس. فإذا كان الهدف ديني هو أداء فريضة الحج في بيت المقدس، فلماذا أحدثت العديد من القتال والقتلى والسلب والنهب وهكذا؟ لماذا قاموا بهذا العمل؟ إننا وبكل صراحة نقول أن الحملات الصليبية، ونقص على ذلك الحملة الصليبية الأولى مثلا، جاءت إلى عندما تجمعت هذه الجيوش وصلت إلى القسطنطينية، نجد أنها عاثت في القسطنطينية فسادا ونهبا وسلبا وعادت. إذا ليس الهدف من هذه الحملة الصليبية هدفا دينيا، لا، لماذا لم تؤدي فريضة الحج آنذاك واكتفت بسلب الأموال ونهبها وسرقتها والعودة إلى أوروبا؟ إن هذا يعطي دلالة واضحة على أن الحروب الصليبية لم تكن ذات هدف ديني. الهدف الديني يتماشى دائما مع التسامح والأخلاق، فكيف لهذه الحملات أن تشن عمليات نهب وسلب وسرقة وإلى غير ذلك؟ هذا ليس هدفا دينيا. وبالتالي نحن نميل إلى الهدف الذي يرى أن الحروب الصليبية هي حروب اقتصادية بحتة، هدفها جمع الثروات والأموال وغير ذلك. هناك من يرى أن هناك مجموعة من الفرسان والجنود الذين كانوا يتدربون على كثير من أساليب القتال، وهؤلاء بدورهم كانوا يحتاجوا إلى تفريغ طاقاتهم، إذن يسعوا إلى تفريغ طاقاتهم في هذه المنطقة وقوتهم وبسالتهم، وبالتالي هؤلاء وصلوا إلى طريق مسدود، أننا نمتلك قوة عسكرية وأسلحة، نريد أن نفرغ هذه القوة وبالتالي نبحث عن شعب كشعب العالم الإسلامي ونقوم بتطبيق تلك المهارات العسكرية والفنون الحربية، وهذا أيضا جائز. ملوك أوروبا كانوا يسعون إلى الحصول على المجد والشهرة في تحقيق هذه الانتصارات وفي الاستيلاء على مناطق جديدة. أيضا إقطاعيين كانوا يرغبون في الحصول على أماكن جديدة من المناطق حتى يستغلونها وينهبوا ثرواتها، وبالتالي الهدف العام من هذه الحروب الصليبية هو هدف اقتصادي بحت. وكطلبة في كلية الآداب يجب أن نتنبه لفرق كبير جدا بين حركة الحروب الصليبية أو الغزو المغولي أو الحركة الاستعمارية الغربية وبين الفتوحات الإسلامية. النظرة الاستشراقية تقول أن الاستعمار الغربي وأن الجيوش الإسلامية والفتح الإسلامي كان كل منهما يتكون من مجموعة من الجيوش والقادة. هذه الجيوش وهؤلاء القادة يتفقان معا في أنهما يمارسا أساليب عسكرية تتمثل في القتال عملا في الاستيلاء على تلك المناطق، وهذا شيء صحيح حتى الآن. أما أن يوصف الفتح الإسلامي أو جيوش الفتح الإسلامي بأنها جيوش ذات طابع اقتصادي أو مادي فهذا غير صحيح. وحتى نكون أكثر وعيا يجب أن نقنع الآخر بالبرهان والدليل، وأن لا يكون الأمر مجرد ميلا وهذا جائز أيضا أن نميل إلى إسلامنا وأن ندافع عن الإسلام، لكن يجب أن نثبت للآخر أن الإسلام لم يكن كذلك، لم يكن ذا مطمع اقتصادي. أدلي على ذلك وصايا أبي بكر الصديق ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل إلى قادة الجيوش بعدم قتل طفل أو شيخ أو امرأة ولا عقر نخلة ولا حريق ولا إلى غير ذلك. إذن هذه أساليب توحي بأن الهدف ليس قتالا. الأمر الآخر هو ما واجهته الجيوش الإسلامية عندما كان يسير جيش إسلامي إلى أي منطقة، سواء كان في الفتوحات الإسلامية ولا إلى العراق إلى الشام حتى إلى مصر، حتى إلى أن وصلت الجيوش إلى الأندلس وإلى الصين، في أي منطقة من هذه المناطق كان القائد المسلم عندما يقف أمام بلدة أو قرية أو مدينة قبل أن يبدأ القتال كان يعرض على السكان المحليين ثلاث شروط: إما أن يدخلوا في الإسلام، طبعا ترتب ترتيبا أوليا، أولا إما أن يدخلوا في الإسلام، فإن دخلوا
فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. إذا دخول في الإسلام. وإن رفضوا علي الجزية، وهي مبلغ من المال يدفعه أهل الذمة للمسلمين، أهل الذمة اليهود والنصارى يدفعوا هذا المبلغ من المال للمسلمين ليس بهدف اقتصادي، مقابل، لاحظوا، مقابل أن يقوم المسلمين بحمايتهم. إذا هذا المبلغ لقاء الحماية، لكن بشرط على أن لا يعينوا عليهم على المسلمين عدوا، وأن لا يخونوا ولا يغدروا هكذا. وأيضا هذا المبلغ من المال هو دلالة على الصغار وعلى خضوعهم للدولة الإسلامية. ويمكن فك هذا المبلغ بطريقة رائعة وسلسة، أي بدخول الإسلام. وهذا أيضا عامل يدفع هؤلاء الفقراء من أهل الذمة، مثلا يهود والنصارى، إذا كانوا فقراء لما لا يدخلوا في الإسلام فيعفوا من تلك المبالغ. إذا أصبح الأولا الإسلام، ثانيا دفع الجزية. فإن أبوا فالقتال هو الحل الأخير، فإن أبوا فإن القتال هو الحل الأخير. وبالتالي لو نقول أن الجيوش تكون ذات أطماع اقتصادية إذا عاثت في الأرض فسادا، أو إذا بدأت بالقتال والنهب والسلب وغير ذلك، هذا هو الهدف الاقتصادي، كما هو الحال في الاستعمار الغربي، في الغزو المغولي، في الحروب الصليبية إلى غير ذلك. إذا على طالبنا وطالبتنا أن تتنبه لهذه القضية، وأن تكون حريصة كل حرص على أن ترد على أي سؤال استشراقي من هذا النوع. الفتوحات الإسلامية كانت بهدف نشر الإسلام وإعلاء راية الإسلام فقط، دون أن يكون هناك طبعا كنتيجة كثير من الفتوحات الإسلامية كان ينتج عنها الحصول على الغنائم، هذا نتيجة وليس سبب وليس هدف، إذن هو نتيجة، ولذلك يجب أن نتنبه إلى هذا الأمر. ضعف العالم الإسلامي، هناك مقولة شهيرة تقول أن الإسلام واجه كثير من التحديات من أول ظهوره. فنحن نعلم أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان قد تعرض في دعوته إلى الكثير من الأذى من قريش ومن أعمامه وقبيلته وأقربائه. ونعلم الشيء الكثير مما جرى من إذاء الرسول في الطائف مثلا، ولذلك فإن الإسلام تعرض لكثير من الأذى منذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها. وهذا هذا الأذى وهذا الشيء الذي تعرضه الإسلام لم يكن على الصعيد الداخلي، إنما كان على الصعيد الداخلي والخارجي. يهود يثرب أيضا لم يكن يعجبهم هذا الأمر، وبالتالي الإسلام استطاع أن يواجه مثل هذه الحملات الشرسة، واستمر وانتشر وظل ينتشر حتى يومنا هذا. بوفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أيضا تولى أبو بكر الخلافة، فتعرض الإسلام إلى نكسة جديدة، وهي ما يسمى بحروب الردة. إلا أن قوة المسلمين وعزيمتهم وشكيمتهم استطاعت التغلب على هؤلاء المرتدين. ولعل أبو بكر الصديق قال قولته المشهورة آنذاك: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. يعني نحن الإسلام يبقى كما هو، على اعتبار أن هؤلاء المرتدين كانوا يقولون أطعنا رسول الله إذا كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. إذا المرتدين بدأوا يحرضون على ضرورة التخلي عن الإسلام بوفاة الرسول وعدم دفع الجزية وعدم دفع الزكاة. وبالتالي كثير من المنافقين وجدوا في هذه الدعوة ما يخلصهم من دفع الأموال أو دفع الزكاة. إلا أن الإسلام استطاع أن يواجه هذه التحديات وظل ينتشر حتى يومنا هذا. فالإسلام في الوقت الحاضر جبهة عريضة زاحفة، ولن تستطع تلك الصعاب أو الأزمات أو المشاكل أن تهدم الإسلام، وإنما هي حاولت أن يعني تضعف جانب المسلمين نوعا ما، لكن تغلب المسلمين عليها رغم كل تلك الصعاب ورغم ما أصابها من جراح. واستمر هذا الحال إلى أن دخل الوهن والزيغ إلى قلوب المسلمين، فتغيرت أحوالهم وأصابهم الضعف، وانتقل الإسلام والمسلمين من مواقع القيادة والريادة إلى موضع التبعي والهوان. ولعل ذلك كان في وقت الحالي فيما يعرف بالغزو المغولي، الحروب الصليبية، الاستعمار الغربي الذي لا يزال أو الذي لا تزال آثاره موجودة حتى وقتنا الحالي. الآن سنتعرف على عوامل ضعف العالم الإسلامي. ما هي عوامل ضعف العالم الإسلامي؟ لماذا ضعف العالم الإسلامي؟ هنالك
جدال كبير أو خلاف بسيط بين المفكرين والمسلمين والمهتمين بأمر الأمة الإسلامية حول السبب الرئيسي لضعف الأمة الإسلامية. نأخذ مجموعة من أصحاب تلك المبادئ، فمثلا أصحاب الدعوات والحركات الإصلاحية السلفية يروا أن سبب تأخر المسلمين يرجع إلى ابتعادهم عن تعاليم دينهم الصحيحة، ابتعدوا عن تطبيق الدين الإسلامي وشاعت بينهم البدع والضلالات، ثم تشتتوا إلى فرق تتصارع وتتنازع بعضها مع بعض، فهنالك أصبح اختلافات عقائدية نوعا ما، ليست مذهبية، اختلافات مذهبية. فإذا كان الأمر يتعلق باختلافات عقائدية بين مسلم ويهودي ونصراني أصبح الأمر أكثر دقة وأكثر خطورة، إذ أن الإسلام أصبح أكثر أصبح يتكون من عدة مذاهب. هذا الخلاف المذهبي أدى إلى تدهور الأحوال السياسية وأدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية بما كان ينشب من ثورات محلية أو حروب داخلية، فأعطى إشارة إلى الخطر الخارجي بسهولة الدخول إلى قلب العالم الإسلامي. وبالتالي يرى أصحاب هذا الرأي اللي هم أصحاب الحركات الإصلاحية السلفية أن الرجوع بالإسلام إلى ماضيه الأول، إلى ماضيه التليد، لن يكون إلا بالرجوع إلى صفاء الإسلام الأول، وذلك لن يكون إلا بتنقية الدين من البدع والشوائب التي ألمت به وباعدت بين المسلمين وبين جوهر الدين الصحيح. إذن حركات إصلاحية سلفية ترى أن السبب الرئيسي هو الابتعاد عن تعاليم الدين الصحيحة وانتشار البدع والضلالات التي كانت تسود التي سارت بين المسلمين، فبددت الطاقات وأوجدت نوع من الخلاف بين المسلمين. هؤلاء يروا أن الحل هو العودة بالإسلام إلى نقائه الأول، إلى صفائه الأول، كما كان موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهذا طبعا رأي خاص بأصحاب هذه الحركة، لكن يجب أن أخذ بعين الاعتبار أن هنا أن الظروف التي كانت تتآتى أو المواتية في أيام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ليست هي الظروف الموجودة حاليا تماما، هناك اختلاف كبير في هذه الظروف وهذه المقاييس. وبالتالي نحن ندعو إلى العودة بالإسلام إلى نقائه الأول، نعم صحيح، لكن مع الأخذ بمبادئ القياس والاجتهاد حتى لا تقف عقبة أمام كثير من المشاكل، ولعلنا نسعى من خلال ما وفره الإسلام من المرونة إلى حل كثير من المشاكل التي واجهت الإسلام. هنالك رأي آخر يرى، وهم أصحاب الاتجاهات الحديثة في التجديد الإسلامي، فقد أشار جمال الدين الأفغاني، هم أصحاب الاتجاهات الحديثة هؤلاء، وشيخ محمد عبده، أن سبب تأخر المسلمين يرجع إلى عزوفهم عن الأخذ بالمفيد من أساليب الحضارة الغربية. كثير من المتشددين نوعا ما يرفض الأخذ من الحضارة الغربية، خاصة فيما يتعلق بالجانب التقني. يعني بحمد الله نحن الآن نمتلك شبكة عنكبوتية، إنترنت وجوجل ومواقع كثيرة، نستطيع أن نجوب العالم كله أمام شبكة إنترنتية، وبالتالي هذه تقنية حديثة. هل نترك هذه التقنية لأنها مكتسب غربي أو لأنها منتج غربي؟ إذن يجب أن نستفيد من أساليب الحضارة الغربية بما لا يتعارض مع الدين الإسلامي. يعني الانترنت سلاح ذو حدين، هناك مواضيع جدا مفيدة للباحث وللطالب وللمعلم وللأب والأم وهكذا، هناك مواضيع سلبية يجب الابتعاد عنها. وبالتالي نحن نأخذ بالتقنية الحديثة على صحتها ونبتعد عن مساوئها وسلبياتها، إذ أن الأمر متاح أمامك فلك أن تأخذ من هذا أو من ذاك. وبالتالي هذه النظرية تطلب منا أن نأخذ المفيد من أساليب الحضارة الغربية وأن لا نتركها، خاصة في الجوانب التقنية، خاصة في الصناعات. مثلا هل نستطيع أن نصنع مثلا طائرة دون أن نأخذ المعلومات التراكمية التي تقود إلى إنشاء هذه الطائرة؟ هل نبدأ من الصفر أم نأخذ آخر ما توصل إليه العلم؟ هذا ما نريده، أن نأخذ من الحضارة الغربية، من أساليب التقنية والتكنولوجية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. لاحظوا أبنائي، الحضارة العربية الإسلامية كانت هي أساس ومنارة العلم في العصور العباسية، وهي التي نقلت إلى الغرب وبنى عليها الغرب. كنا نحن الرواد،
كنا نحن العلماء المسلمين نحن الرواد في الاكتشافات والاختراعات والابتكارات، ولدينا أسماء كثيرة، ابن سينا، الرازي، الكندي، الفارابي، ابن الهيثم، نظريات كثيرة جدا في الطب والتشريح والفلك والهندسة والجبر وغيرها. هذه المعارف العلمية هي معلومات تراكمية أخذها العلماء المسلمين عن الحضارات السابقة فترجموها وقرأوها وجربوها وطبقوها فأبدعوا فيها، فجاء الغرب فأخذها ونشرها باسمه. وبالتالي إذا أردنا أن نطور أنفسنا أكثر فأكثر نأخذ بهذه المعلومات التقنية بما لا يتعارض مع الإسلام، يعني شرط أن لا يتعارض مع الإسلام. ولنقص عليه مثال صغير، التلفاز يحوي مجموعة من أخبار المحلية والدينية والإقليمية وهكذا، تتحدث عن واقعنا وعن إسلامنا وعروبتنا وغير ذلك. هناك جانب آخر، نحن نأخذ الشيء المفيد من هذه التقنية، ولا نقول أن هذا التلفاز شيء مثلا يدخل في هو منتج غربي يجب الابتعاد عنه، لا، نأخذ بما لا يتعارض مع الشرع الإسلامي. هذه فكرة أصحاب الاتجاهات الحديثة في التجديد الإسلامي، وبدهم يركزوا دائما على الجانب التقني مع النهي والبعد في نفس الوقت عن التقليد الأعمى للغرب وحضارته، خاصة في جوانبها الفكرية والثقافية. هنا لدينا جانب معين، مثلا التقليد الأعمى للغرب وحضارته. للأسف الشديد نرى في بعض الدول بعض الشباب يرتدون اللباس الغربي المنافي للبس المسلم مثلا بشده وضيقه وإلى غير ذلك، وأيضا ببعض الهيئات الخلقية الشكلية التي تحاول بعض شبابنا وللأسف الشديد أن يقلدوا فيها الغرب. طبعا وبالتالي يسهم الإنسان في تغيير شكله وحضارته وحتى يخرج من صفة الرجول نوعا ما، خاصة في جوانبها، خاصة في الجوانب الفكرية والثقافية. الحضارة والثقافة هي في الإسلام لا تعني التخلي عن اللباس كما يرى البعض، لا، أنا أحافظ على لباسي ومنظري الذي حدده لي الإسلام، وبالتالي أوافق وأقارن بينه وبين الأمور الأخرى التي تواجهنا من الأطماع الغربية، وبالتالي يجب على المسلم أن يحتاط من تلك المخاطر التي قد ينزلق فيها عدد كبير من المسلمين، وبالتالي يجب الحيطة والحذر منها. هناك رأي آخر وهو المتعلق بالعلمانيين. إذا كان رأي الأول للجماعات السلفية ثم الاتجاهات الحديثة، وكان كلا الرأيين يمثلوا الرأي الأول يمثل ضرورة العودة بالإسلام إلى نقائه الأول وصفائه الأول، والرأي الثاني يدعو إلى ضرورة أخذ التقنية الحديثة من العالم الغربي بما لا يتعارض مع شريعة الإسلام. الرأي الثالث لا يمثل وجهة نظر إسلامية صحيحة، فهو ما قال به بعض العلمانيين ممن يزعمون أنهم من مسلمين ونصارى العرب. هؤلاء يروا أن سبب تأخر المسلمين يعود إلى التعصب الديني. وأريد أن أبدي ملاحظة هنا، يرد في الكتاب كثيرا سبب تخلف المسلمين، وهذا خطأ. في هذه الفكرة نقول سبب تراجع، سبب تأخر، أما تخلف لا يوجد هناك تخلف في العالم الإسلامي، يوجد نعم نوعا ما من التأخر أو التراجع، لكن تخلف عبارة كبيرة جدا وعبارة قاسية لا يجوز أن تلصق بالمسلمين. هؤلاء يروا أن سبب تأخر المسلمين يعود إلى التعصب الديني وإلى عدم مواكبة الإسلام لروح العصر وغير ذلك من الترهات والأباطيل التي لا يرضاها المسلم غير على الدين. هم يقول أن المسلم متعصب ديني ومتشدد متماسك لا يرضى بذلك ولا بها، لا، الإسلام دين شامل، ومن أهم سماته المرونة، ديننا فيه مرونة كثيرة ولا يوجد فيه أي تشدد ولا أي تعصب، وبالتالي هذا الرأي غير صحيح ولا يمثل وجهة نظر الإسلام، إنما هو يمثل وجهة نظر بعض العلمانيين الذين يحاولوا دائما أن يحطوا من شأن العالم الإسلامي وأن يقلصوا من قيمته، وبالتالي هذا الرأي غير مقبول وغير صادق وغير صحيح ويجب الابتعاد عنه كثيرا. نأخذ مثال آخر، الأمير شكيب أرسلان، وهو يمثل رأي الحادبين على مصلحة الإسلام. الأمير شكيب أرسلان يحاول أن يرجع سبب تأخر وتراجع العالم الإسلامي إلى أسباب كثيرة، منها الجهل والعلم الناقص، وهذا موجود عند بعض الطبقات، كثير من الناس في خاصة في العصور الماضية
كان ينتابهم كثير من الجهل خاصة في العصور الاستعمارية. هو يحاول هذا المسلم أن يبحث عن قوت يومه وبالتالي لا يجده، فلا يوجد لديه وقت أن يفكر أو أن يبحث أو أن يطلع أو أن يقرأ. أيضا من الأمور الخاطئة عدم الفهم الصحيح للإسلام، إذ أن كثير من الناس أيضا لا يمتلكون القدرة على فهم الإسلام فهما صحيحا، وبالتالي لا يستطيع إيصال صورة الإسلام بصورة نقية وواضحة للآخرين. والمشكل هنا تكمن في أن البعض يراقب هذه الأخطاء، فمثلا من أهل الذمة اليهود أو النصارى عندما يرى أن هنالك مسلم لا يستطيع أداء بعض الفرائض أو العبادات أو يخطئ في المعاملات أو في السلوك أو في الأخلاق يلصق تلك التهمة بأنه مسلم، وبالتالي عدم الفهم الصحيح للإسلام يوقع أحيانا في بعض الأخطاء. يجب على المسلم أن يتخلق بالأخلاق السمحة، وأن كيف يكون مسلم يصلي ويزكي ويحج ثم يسرق؟ هذا لا يجوز، وبالتالي هذه نظرية الأمير شكيب أرسلان الذي يمثل ضرورة العودة إلى الإسلام والتخلص من بعض الشوائب التي لحقت المسلمين. كذلك ضياع الإسلام بين الجامدين من علمائه والجاحدين عليه، هنالك علماء متشددين وهنالك علماء مأجورين للاستشراق ومدفوعي الثمن، وبالتالي الإسلام كما ذكرت قبل قليل إسلام مرن يحتوي على مرونة كبير جدا شامل لكل تفاصيل الحياة، لا يجوز التشدد أو الحقد على الإسلام سواء كان من مسلمين أو من غير المسلمين. هنالك آراء أخرى طبعا تعدد أن من أسباب ضعف العالم الإسلامي الأسباب السياسية، مثل الانقسام السياسي لدولة الإسلام، ولعلهم أحيانا يبدون بعض الآراء المتعلقة منذ اللحظة الأولى التي توفي بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يرون أن الأنصار بادروا إلى الاجتماع في سقيفة بني سعد وعينوا عليهم زعيما قبليا هو سعد بن عبادة، وبالتالي حدث نوع من الانقسام السياسي عندما جاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح إلى هذه السقيفة، وأن هناك خلافا وقع بين المسلمين أنذاك حول اختيار الخليفة إلى أن تم اختيار أبي بكر. وبالتالي فأن كثير من المستشرقين يروا أن الانقسام السياسي لدول الإسلام ارتبط بضعف العالم الإسلامي منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا، إذ أن المنصب الحكم أو منصب الخلافة لا يزال حتى وقتنا الحالي ذا مطامع كثيرة جدا من الأوساط المحلية في العالم الإسلامي، وبالتالي كيف لنا أن نحد مثل هذه المشكلة؟ لابد من الرجوع إلى تطبيق شريعة الإسلام حتى يتم النفاذ من هذا الأمر. ولعل الأمر قيس بعد ذلك على أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان إلى أن جاءت الدولة الأموية والدولة العباسية وأصبح فيها نظام الملك أو نظام الخلافة نظاما وراثيا، ولنقص عليه أيضا فيما بعد أيام الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية الوراثة في الحكم. ولعل مبدأ الوراثة في الحكم هو ما أدخل كثير من التدخلات الاستشراقية فيما يتعلق بمحاولة الزج بفكرة إضعاف العالم الإسلامي بالمكاسب أو الانقسامات السياسية. وأحيانا توجد بعض الأفكار التي تؤكد هذه الفكرة، وهي وجود خليفة واحد في الدولة العباسية مثلا يعين من بعده أبناء اثنين وليين للعهد، وكيف أن أحدهما يستعين بقوة خارجية من أجل قتل أخيه أو ابن أخيه أو عمه أملا في الوصول إلى الخلافة. هذه الانقسامات السياسية أدت إلى إضعاف العالم الإسلامي وإلى جعله مطمعا للاستعمار الغربي أنذاك. بعض العوامل أيضا أخلاقي تربوي مثل غياب حرية الفكر وتعميم المعرفة، وبالتالي المسألة الأخلاقية أيضا من المسائل الرئيسية التي يجب أن لا تلتصق بمساوئها، وأن يعود الإنسان إلى أخلاقه السمحة والدماثة في التعامل مع الآخرين حتى لا تلصق مثل هذه الأفكار بعالمنا الإسلامي أو بإسلامنا. إذن هذه مجموعة من عوامل جمعها مجموعة من أصحاب الآراء والأفكار، سواء كان أصحاب الأفكار السلفية أو الدعوات التجديدية أو حتى العلمانيين وما ألصقه به من تهم، أو حتى الانقسامات السياسية والتربوية والأخلاقية. كل هذه العوامل أسهمت إلى حد كبير في إضعاف الإسلام والعالم الإسلامي، ولعلها كانت أكثر خطورة إذ أنها تمثل جبهة داخلية في العالم الإسلامي. وكل هذه العوامل تجمع على أن السبب الرئيسي في ضعف العالم الإسلامي هو عدم التمسك بالعقيدة الإسلامية، وهذا أفقد كثيرا
من عناصر الوحدة والاتحاد والريادة في العالم، في قلب العالم الإسلامي، وجعل كثير من الناس يجهلون ثوابت العقيدة الإسلامية، وبالتالي انسلخ عدد كبير من المسلمين عن إسلامهم، رغم أنهم لا يزالوا يحملوا هذه الصبغة أو هذه الصفة في وثائقهم الرسمية آنذاك. وبالتالي تخلى عدد من هؤلاء عن الحكم بما أنزل الله وطبقوا الشرائع المدنية الوضعية بدلا من الشريعة الإسلامية، وبالتالي أصبح هناك خلاف في تطبيق القوانين، وهذا الأمر أدى إلى ضياع عدد كبير من الحقوق وحدوث الظلم والمظالم، فساد الاضطراب وفسدت الحياة في كثير من دول العالم الإسلامي، وبالتالي وقعت المجتمعات الإسلامية فريسة سهلة أمام السيطرة الاستعمارية الغربية، وهؤلاء عملوا على زيادة الفرقة والخلاف بين المسلمين، فشتتوا المسلمين وبدأوا يبثون بينهم الأفكار الهدامة والقاتلة كما سنتحدث عنها في محاضرات لاحقة، وبذلك تصدع البنيان الإسلامي، تفرق المسلمين إلى طوائف ونحل متفارقة متنافرة متناحرة، فأصبحنا نسمع بمجموعة كبيرة من المذاهب الفكرية والعقدية داخل الإسلام. هذه المذاهب كل منها له جماعة وله أصحابه وله مبادئهم وآرائهم، وأصبحت كل فرقة أو كل مذهب أو كل نحلة من هذه النحل تسعى إلى الظهور والشهرة وإلى كسب عدد أكبر عدد ممكن من المسلمين، وكل ذلك أسهم إسهاما كبيرا في إضعاف جبهة المسلمين الداخلية. نبدأ بأولى تلك المخاطر، وهو الغزو المغولي التتري. هذا الغزو المغولي التتري وما رافقه من تشوهات كبيرة جدا في العالم الإسلامي. لعل الغزو المغولي التتري لطلبة التاريخ سيدرس لاحقا، أما نحن نأخذه بمفهوم عام نظرا لأنه يمثل الطلبة الذين يدرسون، هم يدرسون من كلية الآداب على اختلاف تخصصاتهم، لكن لابد لنا من القول أن الغزو المغولي الذي جاء من تلك أو الذي كان يمثل بني الأصفر آنذاك جاء من بلاد الصين حاليا، وغزا العالم الإسلامي بعد أن حدث الاشتباكات مع الدول الخوارزمية، ثم أن العامل الرئيسي والعامل المشجع لهذا الغزو المغولي هو وجود بعض المسلمين أو بعض كبار المسلمين الذين شجعوا المغول على غزو العالم الإسلامي، نظرا لأن هؤلاء القبائل التترية لم يكن لهم ديانة واحدة، فقط كانوا متعددي الديانة، وبالتالي لهم حرية في الديانة، يعبدون القمر أو البقر أو الشمس أو النجوم أو بلا ديانة حتى النار الوثنية، كل هذه الديانات كانت تسود في المجتمعات التترية، وبالتالي لضعف وازعهم الديني كانوا ينظرون إلى الخلافة العباسية على أنها خلافة مقدسة، وأن الخليفة العباسي هو خليفة الله في الأرض ولا يجوز المساس بدولته أو به، غير أن وجود عدد من المسلمين الذين يحملون اسم الإسلام الذين ذهبوا إلى جنكيز خان ومن بعده قادته استطاعوا أن يقنعوا هذا الزعيم وأبنائه من بعده بأن هذا الأمر غير صحيح، وأنكم تستطيعوا أن تغزوا الخلافة العباسية وتقتلوا الخليفة العباسي دون أن يحدث أي أمر أو أي شيء، إذ أنهم كانوا ينظرون إلى بعض الخرافات التي تقول فيما إذا غزونا الخلافة العباسي أو قتلنا الخليفة العباسي قد تتعرض الأرض إلى هزة أو زلزال أو غير ذلك. على أي حال سيرت هذه الجيوش وقطعت أشواطا طويلة من المسافات إلى أن وصلت إلى الخلافة العباسية وعاثت فيها فسادا وقتلا ونهبا وسلبا، وقتلت الخليفة العباسي آخر الخلفاء العباسيين المستعصم. ولعل هؤلاء المغول كانوا حريصين جدا على أن لا يراق قطرة دم من جسد الخليفة على الأرض، ظنا منهم وباعتقاداتهم السابقة أن هذه القطرة إذا لامست الأرض قد يحدث كما ذكرت قبل قليل ثورة طبيعية في الكرة الأرضية، لذلك قبضوا على هذا الخليفة بعد أن قتلوا المسلمين والجيوش وغير ذلك، قبضوا على هذا الخليفة ووضعوه في كيس كبير، ثم ربطوا هذا الكيس وطلبوا من الجيش أن يسير عليه، فسار عليه دون أن تراق قطرة دم، طبعا خنق وقتل داخل هذا الكيس لكن لم يراق منه قطرة دم إلى الأرض، وبالتالي ساعد ذلك وأسهم في اكتساحهم للعالم الإسلامي، فاكتسحوا بعد ذلك بلاد الشام. عندما كانوا يقيمون في بغداد
يذكر ابن الأثير صاحب كتاب الكامل يقول: وقد كنت أشتم رائحة جثث بغداد من على مشارف بلاد الشام، نظرا لكمية أو لكبر حجم القتلى أنذاك. لكن هذه الحمل الشرسة على العالم الإسلامي لم تكن لتتصدى مع قوة إسلامية أنذاك، نظرا لوجود 3 خلفاء في العالم الإسلامي. فالعالم الإسلامي متفكك في القرن الرابع الهجري، وهذا أيضا من العوامل التي شجعت الغزو المغولي. نقول هناك خليفة عباسي في بغداد، خليفة فاطمي في القاهرة، وخليفة أموي في الأندلس. إذن العالم الإسلامي يتكون من 3 خلافات متفرقة، 3 خلفاء غير متصلين ببعضهم. ونقول الآتي: الخليفة العباسي في بغداد كان يمثل المذهب السني، الخليفة الفاطمي في القاهرة آنذاك كان يمثل المذهب الشيعي، والخليفة الأموي في الأندلس أيضا كان يمثل المذهب السني. الخلفاء 3 لم يكن الأمر يتعلق بالمذهبية فقط، إنما كان يتعلق بأن كل منهما يرغب في أن يبقى هو الخليفة الفعلي في الدولة الإسلامية وأن يطاح بالخلفاء الآخرين. وبالتالي لم نجد هناك نجدة من قبل الخلفاء بعضهم لبعض في حال التعرض لمثل هذا الخطر مثلا. وبالتالي أسهم ذلك في إتاحة الفرصة للغزو المغولي أو لغيره من الغزوات في الإطاحة بالعالم الإسلامي أنذاك. إذن أحوال العالم الإسلامي في تفكك واضح. هولاكو استطاع أن يصل إلى بغداد وأن يدمرها وأن يأخذ وأن يسلب وأن يقتل، وساعده على ذلك كثير من تعاون وانضموا إلى جانبه، وبالتالي أسقط الخلافة العباسية. وبعدها اتجه إلى 656 للهجرة أو 1260 ميلادي، دخلت إلى جانب مجموعة من الفرق ذات العناصر الأرمينية أو الفرنجية، والتي سعت كل السعي إلى أيضا الإطاحة بالعالم الإسلامي. هنالك أيضا من نظم مواكب وحمل الصلبان الصليب وأخذوا يشتموا الإسلام والمسلمين، وزاد الحد في ذلك أنهم مارسوا بعض الأمور التي تعبر عن سلوكهم وأخلاقياتهم والتي تتعارض مع ديننا الإسلامي، مثل شرب الخمر في رمضان علنا أمام الناس، أيضا رشوا هذا الخمر على ثياب المسلمين في الطرقات، وهكذا سعوا كل السعي إلى محاولة الإطاحة بالمسلمين، إلى أن هيأ الله عز وجل قوة المماليك التي انطلقت من مصر والتي استطاعت أن تتصدى لمثل هذه الأخطار وأن تفك من هذه الأخطار في موقعة عين جالوت 658-1260، بعد أن أسهم المغول إسهاما كبيرا في إضعاف العالم الإسلامي. إذن أسهم هؤلاء المماليك الذين كانوا يكونون الجيش المصري أنذاك في التصدي للخطر الكبير، والذي استطاعوا من خلاله أن يهزموا هؤلاء وأن يعيدوهم إلى ديارهم وأن يتركوا تلك البلاد. لكن هنا نقول آتي أن هؤلاء المغول أيضا استفادوا بخبرات المسلمين الموجودة، فقد أخذوا عددا كبيرا من العلماء المسلمين والحدادين والنجارين، يعني أصحاب العلماء وأصحاب الحرف والصناعات، أخذوه معهم إلى بلادهم. وهناك فكرة شائعة تقول أن المغول قاموا بإلقاء الكتب في نهر دجلة والفرات، حتى أن النهر تغير وأصبح لونه أزرق، وهذه فكرة خاطئة. الذي ألقيهم هي تلك الجثث التي غيرت من هذا اللون، أما الكتب والمخطوطات أنذاك فقد اختزلت وأرسل بها إلى بلادهم، ولا تزال بعض هذه المخطوطة التي تكتنفها ملأة من الأتربة والغبار موجودة في المتاحف الروسية حتى وقتنا الحالي. موقف اليهود من الإسلام، هناك عوامل تعود في أصلها إلى اليهود وعدائهم الدائم للإسلام منذ ظهور حتى وقتنا الحالي. فهم يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم في يثرب أو في المدينة المنورة، وأيضا في الجزيرة العربية كاملة. وبالتالي عندما نعود إلى كتب السير والمغازي مثل سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن هشام، الطبقات الكبرى، الطبري، أي كتاب يتحدث عن مخاطر هؤلاء اليهود وعن مؤامراتهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا محاولتهم وقف الدعوة الإسلامية، إثارة الفتن والخلافات بين المسلمين، أيضا دائمين وبصورة مستمرة بنقض العهود والمواثيق التي توقع بين المسلمين وبين هؤلاء اليهود، وأيضا عدائهم لم يتوقف في أيام الرسول وأيام الخلفاء من بعده، بل استمر حتى وقتنا الحالي كما نرى الآن في موقفهم في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والعداء القائم في فلسطين حتى وقتنا الحالي. وبالتالي اليهود لم يكونوا في يوم من الأيام على صلح أو اتفاق مع المسلمين إلا
لأوقات محددة وبسيطة أملا في تحقيق مآربهم ومطالبهم فيما بعد. ولعل الحركة الصهيونية أيضا من الأخطار التي واجهت العالم الإسلامي، وهي التي ترتبط ارتباطا مباشرا أيضا باليهود وتشكيل الهدف الأكبر والأسمى الذي تسعى إليه الحركة الصهيونية في إقامة دولة صهيونية تمتد من النيل إلى الفرات. ولعل هؤلاء اليهود يسعون جديا وحتى وقتنا الحالي أملا في تحقيق هذه الفكرة أو القاعدة العامة التي يدعون أنها وردت في فكرهم الماسوني المرتبط بتدمير الدين وتنفيذ ما جاء في التوراة المحرفة من إقامة دولة إسرائيل الكبرى. وبالتالي هم الآن يعملون على بث السموم الفكرية بين أبناء المسلمين حتى يضعفوا الجبهة الإسلامية، لكن لن يستطيعوا إن شاء الله. لدينا أيضا من المخاطر التي تواجه العالم الإسلامي وهي الحروب الصليبية، وكما ذكرت في بداية المحاضرة أن هذه الحروب الصليبية كانت بدوافع متعددة، وهي حملات شنت على العالم الإسلامي وتزيد على 11 حملة. هناك من كان يرى أن هدفها هدفا دينيا، وهناك من يرى أن هدفها اقتصاديا وعسكريا وهكذا، إلا أن الهدف الأسمى والأساسي لهذه الحروب هو المطامع الاقتصادية. وبالتالي استطاع هؤلاء من الذين تكون مجموعة من القبائل الأوروبية والغربية أن يكونوا جيوش صليبية سارت بهدف الاستيلاء على مملكة بيت المقدس، وبالتالي قامت بالسيطرة على مجموعة كبيرة جدا من الممالك مثل الرها وأنطاكيا وطرابلس وحران وغيرها، سيطرت على المناطق الساحلية أيضا وعاثت في البلاد فساد، قتلت الأعداد الكبيرة، إلى أن قيضت تلك الحروب فيما بعد في أيام صلاح الدين أيوبي، ثم عاد الأمر وانتكس قليلا بعد الملك الكامل. هذه الحروب التي امتدت من 1099 إلى 1254 هي هيئة أو صورة شرسة من الاستعمار الغربي على العالم الإسلامي، وبدأت بتفتيت المسلمين ماديا ومعنويا بصورة بطيئة في محاولة لتجريد المسلمين من مصادر قوتهم. ولعل هذه الحروب الصليبية تزامنت مع سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين 1492 ميلادي 897 هجري، عندما وقعت بيد فريدناند وإيزابيلا، فبذلك خسر المسلمون عالما إسلاميا قائما في أوروبا ألا وهو الخلافة الأموية في الأندلس، وبالتالي عانى المسلمون معاناة كبيرة جدا من تلك الخسارة. فإذا كان ذلك الأمر هو على الصعيد المغربي، يقاس عليه أيضا في المشرق عندما بدأت تلك الحملات الصليبية بالاستيلاء على عاصمة الأتراك السلاجقة أنذاك، الذين أنقذوا الخلافة العباسية من الوهن الذي حل بها 1097-491. بذلك كونوا في بلاد الشام وآسيا الصغرى مجموعة من الإمارات كما ذكرت، الرها، أنطاكيا، طرابلس، بيت المقدس، وضرب الصليبيون أنذاك مثالا للحقد على الإسلام والمسلمين. استطاعوا أن قاموا بمجموعة من الأعمال التي تثبت شراستهم ووحشيتهم، بقتل ما يزيد على 70,000 مصلي في المسجد الأقصى، علاوة على وجود مذبحة المعرة أو معرة النعمان التي قتلوا فيها أيضا أعداد كبيرة قدرت بما يزيد على 100,000 مسلم في بعض الروايات. إذن هذه الحروب الصليبية التي استمرت ما يزيد على قرنين في المشرق أو مشرق العالم الإسلامي استنزفت جميع القوى البشرية والمادية في بلاد الشام وفي مصر، وبالتالي نتج عنها أن هيئ الأمر لقيام ما يسمى بالاستعمار الغربي أو الاستعمار الأوروبي لبلاد العالم الإسلامي أنذاك، وبالتالي كان لها آثار سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية على العالم الإسلامي. إذن كان لدينا مجموعة من المخاطر التي شنت على العالم الإسلامي، سواء ما كان منها ما ابتدأ في الغزو المغولي أو الحركة أو موقف اليهود والحركة الصهيونية، ثم الحروب الصليبية. الحروب الصليبية بحركتها الأولى وبمجملها التفصيلي الذي كان يتكون من مجموعة من الملوك والأمراء والقادة والزعماء والإقطاعيين والجيوش العسكرية والغوغاء وغيرهم، هؤلاء كانوا يمثلون نواة الاستعمار الأوروبي الحديث الذي كان يسعى إلى استعادة أمجاد الحروب الصليبية بالإغارة على مشرق العالم الإسلامي ونهب ثرواته وخيراته ومنتجاته، وبالتالي أسهم ذلك في إضعاف العالم الإسلامي إضعافا سلبيا من الناحية الثقافية. لم يعد المسلم أنذاك قادر على الحصول على قوته، وبالتالي هو ضعيف ثقافيا لأنه يبحث عن الطعام. سياسيا أصبح الأمر يتعلق بوجود قوة أوروبية هي المسيطرة على البلاد، وبالتالي لا سياسة في البلاد،
أيضا اقتصاديا واجتماعيا، وساد نوع من الانحلال الخلقي والفساد وغير ذلك في بعض مناطق العالم الإسلامي. إلا أنه بحمد الله ظهرت صحوة جديدة استطاعت أن تسهم في تحرير العالم الإسلامي من خطر الاستعمار الأوروبي الغربي، وبالتالي أسهم ذلك إسهاما كبيرا في نجاح المسلمين في التصدي لكثير من الأخطار الاستعمارية الأوروبية، بريطانية أو فرنسية أو إنجليزية أو هولندية أو إيطالية أو غير ذلك من النماذج التي سندرسها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. بذلك نكون قد قدمنا في هذه المحاضرة عن عوامل ضعف العالم الإسلامي وتفككه. نرجو أن نكون قد وفقنا، ونطلب من أبنائنا الطلاب ضرورة مراجعة منتديات الحوار والمناقشة وإثراء الحوار والمناقشة فيما بينهما حتى يتم إثراء البحث أكثر، وحتى تتم الغاية من تحقيق الفائدة في هذه المحاضرة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.